لم تتوقف مسيرة العلم والعمل بسوريا بهالإطار، قدمت الجمعية السورية لداء السكري والرابطة السورية لأمراض وجراحة الأوعية الدموية ندوة علمية عن القدم السكرية بمقاربة متعددة الاختصاصات. للحديث أكثر عن هالندوة صباحنا غير رح يكون مع الدكتور محمد علي نحاس. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباح الخير. صباحك. صباح يسعد الخير، صباحك صباح دكتور. النور. في البداية خلينا نحكي عن هي الندوة، ندوة القدم السكرية اللي استمرت على مدار يومين، شو أهم يمكن العناوين اللي تناولها؟ هلأ نحن لما بنفكر بإقامة ندوة أو مؤتمر علمي خاصة شريحة الأطباء بيكون لنا هدفين. الهدف الأول هو اجتماعي، هو إعادة اللحم بين الأطباء ولقاء الأطباء، والهدف الثاني هو العلمي. عند اختيارنا للعنوان العلمي نحن بناخذ شو الشيء اللي بهم المجتمع وشو الشيء اللي بالأرقام بهم صحة الإنسان. هلأ داء السكري صار معروف بالعالم أنه مرض العصر، سبب يمكن مرض العصر. يعني إذا بنرجع للأرقام اللي نحن بنبني عليها، تقريبا في عنا بحدود 430 مليون شخص مصابين بالسكري في العالم، يعني عدد كبير جدا، يعني مرتين جداً أمريكا ضخم. تقريبا. وإذا بنرجع للإحصائيات التي يترقب أن نصل إليها، تقريبا بعام 2030 رح يكون عندنا بحدود 630 مليون، يعني رقم كبير. هيدا يثير الدهشة ويثير بحفز الشركات والأطباء لمقاربة هالمرض. هيدا إذا بدنا نرجع كمان للأرقام بنشوف إنه نحن عندنا كل 30 ثانية في العالم عم يجرى بتر طرف سفلي. عدد كبير من هالبتورات هي ناتجة عن الأقدام السكرية الغير معالجة بشكل جيد، والسكر والتي هي تعتبر أحد اختلاطات الداء السكري. نحن بنعرف أنه الداء السكري له عدة اختلاطات، وهون أهميته. يعني اختلاطاته يعني بما معنى شو ممكن على شو ممكن يأثر. ممكن يأثر على الأطراف، ممكن يأثر على القلب، ممكن يأثر على الكلية، على الأعصاب، يعني له عدة تأثيرات. لذلك الشيء اللي نحن أخذناه بهالمؤتمر هو القدم السكرية، وحاولنا بعد ما شفنا أنه في شوي مقاربة عم تكون فردية في بلدنا، حاولنا أنه نرجع نعمل شيء نحاوط هالاختلاط هيدا من جميع الزوايا لنعرف عليه بشكل أفضل، نستدعي اختصاصات أكثر. كنا تقريبا بحدود 10 إلى 11 اختصاص مجموعين بهالندوة هاي، لنعطي المقاربة الأفضل لهالمرضى هاي حتى يكون في عنا نسبة بتر أقل. معروف كمان بالأرقام أنه نحن إذا قاربنا القدم السكرية بشكل سليم وبالوقت السليم وبالوقت الصحيح، عنا تقريبا 80% من البتورات ممكن نوفرها، وهذا عدد كبير. هذا رقم كثير كبير، عدد رقم كبير، لأنه البتر نحن بدنا ناخده هو ليس فقط إعاقة للمريض. أكيد أي إنسان بتقولي له أنا ممكن شلك جزء من الكولون، رئة، معدة، ما عنده مشكلة. بس أي إنسان نحن بنقول له بدنا نشلك ظفر أو جزء من أصبع، لأنه ظاهر للعيان بسبب رد نفسي كبير. صحيح. رد نفسي كبير. لذلك نحن حاولنا نحاوط هالموضوع من جميع الزوايا، بما في الطبيب النفسي، بما في طبيب الغدد، طبيب الجراح، بما في المعالج لإعادة التأهيل، بما في أيضا للمرة الأولى كان في عنا مشاركة من كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة دمشق. عادة غريب شوي أنه هندسة يجوا على الطب، بس لا، لأنه لهم دور كتير مهم بالأطراف الاصطناعية وفي تعليم طريقة المشي السليم لمرضى السكري. دكتور امبارح كمان كان معنا دكتور من المؤتمر وحكى لنا عن المؤتمر وعن الشيء الجراحي الجديد اللي عم تعملوه لتوسيع الأوعية وتمنعوا بتر القدم السكرية. نعم. تحكي لنا عنه أكثر. هلا نحن لما بنحكي عن القدم السكرية بنحكي عن قدم تمثل تقريبا ثلث أو أكثر شوي من اختلاطات الأقدام السكرية، لأنه في عندنا قدم سكرية وعائية، عندنا قدم سكرية عصبية الأوعية بتكون فيها سليمة، وفي عندنا قدم سكرية إنتانية أو مختلطة بين الاثنين. القدم السكرية الوعائية لما بنعني فيها هو القدم السكرية اللي صارت نتيجة انسداد الأوعية، نتيجة الداء السكري الذي أصاب الشرايين الصغيرة والمتوسطة بالجسم مثل ما بنعرف نحن. لذلك الهدف الأول والهدف الأهم، وهذا نحن اللي حاولنا نضوي عليه وكانت مشاركتنا مع زملائنا من جمعية داء السكري، إنه في عندنا مجموعة من المرضى
إذا وصلنا لهالمجموعة من المرضى بالطريق السليم وبالوقت السليم ممكن نقيهم من البتر. شو معنات نوصلهم بالوقت السليم وبالطريقة السليمة؟ إنه هذه بدي أسألك عنه دكتور. يعني قلت أنت 80% من الحالات ممكن تجاوزها تجاوز حالات بتر القدم السكرية. نعم. شو هي؟ يعني إحنا الكشف المبكر أو يمكن التشخيص الخاطئ أو جهل بعض الأمور. نحن مثل ما قلت لك انطلقنا من تسمية هالمؤتمر مقاربة متعددة الأخصاءات، لأنه بدنا نلقي الضوء على كل اختصاص بحد ذاته وشوف كيف بدنا نتعاون نحن وياه، شو حدود هالاختصاص، امتى هالاختصاص لازم يقول أنا هلأ بوقف لازم استعين بزميل لإلي، إن كان بدءا من طبيب الغدد، وإذا بدي أقول طبيب الداخلية اللي بيبعت بعدين عن طبيب الغدد، ومرورا بطبيب جراحة الأوعية، جراحة الترميمية، جراحة العظمية، وانتهاءا بالاختصاص إعادة التأهيل والأطراف الاصطناعية. لذلك نحن لما بنحكي عن القدم السكرية الوعائية معناتها في عندي مشكلة بإيصال الدم لمنطقة معينة انتهائية في الجسم ألا وهي القدم. لذلك هالمشكلة هي إذا ما وصل الدم بالشكل السليم، عملية التئام أي جرح بيصير عندي بالقدم السكرية رح يكون صعبة إن لم تكن مستحيلة. لذلك نحن مهمتنا أنه نوصل الدم بالشكل السليم وبالشكل السريع قبل ما الأنسجة تدخل بمرحلة تموت لا عكوز. هالشي هيدا بالجراحة أمرار عم يكون شوي صعب بالجراحة الكلاسيكية التقليدية، لأنه مثل ما تركون نحن عنا شرايين صغيرة التي تصاب، يعني شرايين انتهائية وشرايين متوسطة، والإصابات بتكون سبحية متعددة على عدة مستويات، ممكن تضيقات ممكن انسدادات. لذلك الطرق الجديدة اللي هلأ هي موجودة بس نحن في تطور مستمر مع التقنيات الهندسية والعلمية والتكنولوجيا لها، هو التوسيع عبر اللمعة بالبالون. يعني نحن بندخل على الشريان من جوا من قلب الشريان ومنحاول نعيد فتح الشريان بواسطة أسلاك كتير رفيعة، بواسطة بوالين كتير رفيعة تقدر تعبر هالشريان اللي تقريبا قطره 2 ميلي عادة بيكون، ميلي ونص بيكون كمان، معناتها أقطار كتير صغيرة بالجراحة صعب إنه نوصل له. فإذا ممكن نحن نوصل له. كان في عرض للخبرات اللي التي نجريها هون في سوريا، والشيء اللي الممتع أنه الحمد لله، والشيء الإيجابي أنه نتائج عم تكون كتير جيدة على مستوى عالمي، بس نحن حبينا نعرف فيها كل الزملاء أنه عم تصير. كان في عرض للتقنيات للبوالين الجديد، أكيد العلم متطور. نحن بالرغم من الحرب وبالرغم من الحصار المفروض علينا تابعنا مسيرة تطويرنا العلمي الذاتي، نتأمل بالأكثر ونتأمل بالمزيد، ولكن هالشيء هذا ساعدتنا في عليه كمان الشركات الطبية الموجودة اللي ما تركت البلد وعم تحاول تأمن لنا هالمواد بطريقة أو بأخرى لنستخدمها. يعني كل شيء هلأ جديد يستخدم في العالم على مستوى التوسيع نحن تقريبا عم يكون موجود عنا عم نستخدمه لمرضان. أكيد التكلفة عم تكون شوي عائق ببعض الأحيان، عم نتغلب عليها بمساعدة جمعيات خيرية ومدنية، يعني تعطينا شوي مساعدة للمرضى لحتى نقدر نقدم لهم الشيء الأفضل. وفعلا عم يصير في عنا إنقاذ للأطراف بشكل كبير، والإنقاذ هذا مثل ما قلت مردوده الإيجابي ليس على المريض فقط ولكن على المجتمع، لأنه أي مجتمع هو إن كان ابتداء من العائلة وإلى الدولة هي التي تتحمل أي إنسان معاق مبتور طرفه لا يستطيع التحرك، فإذا هو عبء كمان على المجتمع اجتماعي كبير ابتداء من عائلته وانتهاء للدولة اللي هي مسؤولة عن الأشخاص. طيب دكتور خلينا نحكي لك عن على أعراض القدم السكرية، شو هي الأعراض اللي ممكن يحس فيها المريض ولازم دغري يراجع طبيبه أو أي طبيب مختص حتى فعلا يروح يشخص الحالة قبل ما تصير؟ هلأ دائما مثل ما بتعرفوا ويمكن ما في زميل بيمرق من هالستوديو اللي بقول لك الوقاية خير من قنطار علاج. أكيد الدرهم وقاية خير من قنطار علاج. نحن دائما بنقول أنه مريض السكري لازم يكون مثل مريض القلب، لازم يكون أو أي مرض آخر ملتصق تماما مع طبيبه بشكل مستمر. طبيب الغدد هون طبيب الداخلية هو الطبيب الأول اللي له تماس مباشر مع المريض. هذا لا يكفي، المريض السكري بده هو يراقب نفسه. هلا إن كان مريض القلب بده تخطيط قلب ليعرف إنه عنده مشكلة قلبية صارت ولا لا بده يروح لعند دكتور، بس مريض السكري هو على تماس مباشر يومي مع جسمه، إن كان عندما يعني يرتدي ثيابه يلبس ثيابه أو عندما يتحمم أو بأي مرحلة من مراحل. لذلك
الرؤية المباشرة، متابعة القدم، نظافة القدم، أي إصابة ممكن تحدث على مستوى القدم، حتى تقليم الأظافر نحن بنوصي فيه المرضى أنه يكون بطريقة معينة. يعني هو اسمه البيديكير اللي بنحكي فيه بطريقة، ولكن هالطريقة هي طبية وليس للتجميل. العناية في القدم هو المرحلة الأولى من تجنب اختلاطات القدم السكرية. بقدر ما المريض بيكون معتني بقدمه، بقدر ما بيراجع بالأوقات الأولى لحدوث أي رد على قدمه، بيكون هو الربحان من ربحان القدم وربحان كل القدم بكاملة وليس بجزء منها، يعني ما بيفقد أي شيء منها. لذلك النقطة الأولى تبتدأ عند المريض بحد ذاته في منزله، وبعدين بتماس مع طبيب الغدد، وبعدين نحن بتصير في عنا الحلقة أو السلم يرتقي من طبيب إلى طبيب. بتلكم في نحن القدم السكرية لا تكون فقط وعائية، ممكن كمان عنا إصابات عصبية. يعني كتير مرضى سكر بيقولوا لك أنا ما عم حس بإجري، أنا بحس مثل البرودة، في تنميل، في الأعراض. لما نقول هي فعلا القدم السكرية تحتاج هي إلى بتر، الأعراض لبتر رح... أيوة. يعني إذا للبتر رح نوصلها نحن. فإذا منبلش من وجود ظهور هالأعراض العامة اللي ممكن ما بتوجه المريض، ولكن بمريض سكري لازم تكون ناقوس خطر له. لما بشوف انه ما عاد حس بإجره، قرب على الصوبيا كتير ما عم يحس فيها، مي سخنة ما عم يحس فيها، بينجرح لأنه منخاف نحن من هالمرحلة هاي، ما بحس بالجرح أو بحس بإحساسات غريبة وليست طبيعية. لذلك أحد الفحوصات هو الفحص العصبي الدقيق للقدم السكرية لنشوف نسبة الإحساس عنده، إن كان بالقطنة وإن كان براس إبرة أو بريشة، نعرف نحن نقدر هالأمور هاي. النقاط الثانية هي لما ببلش المريض ما يعود يمشي مظبوط، بيقول لك أنا عم بمشي مسافة وعم يصير في عندي ألم بالبطة الإجر أو اللي نسميها الربلة الساق. لذلك معناتها هون دخلت عندي الإصابة الوعائية عند المريض، لحتى تتطور الأمور وتظهر عنا التقرحات أو نحن بنسميها الاضطرابات الاغتزائية، اللي هي عبارة عن بداية تموت إن كان صغير وبيكبر على مستوى جزء من القدم. حتى الأقدام السكرية بصير في عنا مثل ما قلت لكم المشكلة العصبية، بتسبب عدم توازن بالقدم وعدم توازن بين المفاصل. القدم فيها مفاصل كبير، عدد كبير، فيها أوتار كثيرة، فيها عضلات كثيرة، يعني هي عالم بحد ذاته هندسي متناسق مع بعضه. أي عملية عدم تناسق بين هالأوتار هاي وبين هالعضلات هاي وبين المفاصل الموجودة بالقدم، نحن ممكن يصير في عنا ارتكاز معيب للجسم على الأرض ويصير في عنا ظهور تقرحات. نحن بنعرف أنه لو ما عنا جهاز ودي بالجسم اللي بيحدد لنا نوعية التوازن، لحتى نوقف على إجرينا وما نوقع على الأرض لازم تكون القدم 70 سنتيمتر مكعب مربع. يعني تصوروا لو لا سمح الله القدم الواحد 70 سنتيمتر مربع لحتى يحفظ التوازن، ولكن نحن في عنا جهاز عصبي نسميه الودي. هذا الجهاز هو المسؤول عن تناسق الحركات بالقدم، وهالجهاز هيدا بيخلي القدم عنا بهالشكل الظريف الجيد اللي نحن بنشوفه والمتناسق مع جسمنا. لذلك القدم هي الارتكاز اللي عم يوقف عليه الجسم. أكيد دكتور، نحن بدنا نقول لك كمان إذا بتوجه كلمة أخيرة لكل الأطباء كانوا مشاركين بالمؤتمر، قلت لنا 11 اختصاص وأيضا من كافة المحافظات السورية، فشو بتحب تقول لهم؟ أول شيء الشكر للجميع الأطباء اللي لبوا الدعوة واجوا. نحن كان عندنا امبارح تقريبا ما يفوق 200 طبيب صراحة. الاختصاصات كانت من كلها، من ابتداء من الغدد لاختصاص المفاصل، الجراحة العظمية، الجراحة الوعائية، الأطباء اللي بيعتنوا بالقدم السكرية، أطباء العصبيين، كل الأطباء الجراحة الترميمية، لأنه الوضع الترميمي يعني كمان مساهمتهم كتير بإعادة بناء القدم بشكل سليم. لا الاختصاص اللي مثل ما تلكون الهندسة الميكانيكية اللي عطونا أفكار كتير حلوة بمقاربة القدم وإعطائنا حذاء يلائم القدم السكرية ويعدل هالاضطراب بين المفاصل، والأخصائيين بإعادة التأهيل والأطراف الاصطناعية. شكر كتير لهم أنه لبوا هالدعوة، ونحن أكيد أنه طلعنا بتوصيات رح ننشرها إن شاء الله على مجلة نقابة أطباء سوريا، وكان في شكر يعني كان في حضور
للسيد عميد كلية الطب بجامعة دمشق، وكان في اتفاق شبه مبدئي على إقامة وحدة قدم سكرية بالمشافي، حتى يكون بها الوحدة هي موجودة هالأطباء مجموعين من طبيب الغدد للأشعة للجراح إلى كل هالأطباء. أكيد الدكتور محمد علي نحاس الأخصائي في جراحة الأوعية الدموية، بنشكرك على وجودك معنا ونتمنى التوفيق لجميع الدكاترة القائمين على المؤتمر والجهود المبذولة اللي عم يقوموا فيها. شكرا كثير لك. شكرا للإضاءة على الموضوع. شكرا.